مباشرة من الميدان اليوم نشهد انطلاق عمليات حصاد ودرس حقول البرهنة والتجارب من تنظيم وإشراف الغرفة الفلاحية لولاية سبهراس. هذا الحقول التي تأتي تجسيدا لخطة عمل الغرفة الفلاحية خاصة في الشق الميداني من خلال بعث مختلف البحوث والتجارب الميدانية. اليوم يعني نحصد ثمار 7 أشهر كاملة من البحث، 7 أشهر كاملة يعني من تدوين مختلف النتائج، أين تم يعني تجريب 6 أصناف يعني من القمح، يعني 2 صنف من القمح اللين و4 أصناف من القمح الصلب. هذه الأصناف يعني التي تم دراستها بعناية تامة، حيث تم تدوين مختلف النتائج المتحصل عليها، من خلالها يمكننا يعني تقديم نصائح ميدانية للفلاحين، خاصة يعني في الشق المتعلق بتدوين واحترام مختلف المسارات التقنية. يعني هذه النتائج سوف تسمح لمختلف المهنيين ومختلف يعني الفلاحين بولاية سقهراس بتجريب أصناف جديدة بملاحظة مدى تأقلم هذه الأصناف الجديدة، خاصة في ظل هذه التغيرات المناخية. يعني ومن خلال يعني هذه التجربة التي تأتي في عامها الثاني، نطمح بحول الله إلى يعني تكسير وتجريب أصناف أخرى لتعم هذه التجربة على مختلف أندية البداية، أين يتم يعني في النهاية بخلق يعني سكونابيلان كاتالوج جينيتيك. يعني وطنية نيوز، الواقع من المواقع.